وشعارنا هو ادخل سخن، وادخل سخن، خول اخويا للدواء. ما خواه بط سألتني غلق بط خواه بط ما هنا خواه بط وش دي احنا القطنة كيف درنا والو زيد زيد تمير تمير زوينة زيد 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 قال العيد وقام الصرخة تزيد تو زيد تعالى ولي تعال حاسية تجي هذاك تركيل كحل ما تطلعت من ذاك الشيء سلك طلع قاع أطلعت ما فيها السمر والكز الليالي هذي ادخل سخن بوس بوس مجاهدين بوس شعيبة يعود من جديد شعيبة يعود من جديد بوس بوس انا مشيت نشيتهم من الصحراء وجدوا هو هنا اه مشاكل شتي هاو كحلة خيذ وقصبة صنارة 13 رقيعة 30 قميمة 20 قيد رئيس 40 طعم بوجنيبة ودخل سخن لا سنحيدو فيها من السمارة سنديرون لا لا سنديرون دخل فوق تدخل سخنة تدخل في مالك او ما راديش بينو زيد او زيد اخنيفة زيد زيد اخنيفة زيد زيد اخنيفة زيد وحشناك بوز بوز مشاهدين بوز هو كيسلم عليكم وكيقول لكم شعيبة عاودة من جديد الشرغوزة شريغوزة السرطة خلينا نيتها في السرطة عطينا لي بزاف كاع وخليها تما سير 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 دابا هاد البلاصة هادي اللي بانت ليكم بحال كي تدي فيها الماء دابا هادي خاص ضروري يكون فيها الحوت حيت كاينة شوية رملة نايضة والبلاصة كيبان لكم الماء كيخوي فيها ويمشي ليه المهم غنشوفو إلا كان شي حوت أصلا ميكونش رقيش غطلع مثل مغيزة هادي كاينة الإخوان ترى ما كاينش في الحجر راه كاين في البيت اللي فيه من الرمل والحجر ماشي حجر بوحدو ما بغيش ياكل في الحجر بوحدو حتى الماء بارد الحوت باغي يصبح بكري ضروري يصبح بكري هاو جا
وجلها 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 اطلقها يا خي مي تطلقها ماشي مرة انا اشوف هنا ونيكو كان كبير ما يطلقهاش يهز يعض ما يطلقهاش ما يعطلهاش يسرطها جانا واحد صغير عاوتاني كبير ما يعطلهاش كبير يهز ورا ربي كبير قرفوش قرفوش اسود اللون تبارك الله لبوس مشاهدين بوس او دار قرفوحة السلام عليكم كي دايرين الرياس لاباس عليكم بخير كلشي مزيان صحيحكم لاباس حصيله ديال اليوم كي شفتو الحوت راه قليل بزاف وما بغيش ياكل ولكن اكتشفت واحد القضيه الرياس بان انا دابا ضلي نصيد بحال يومين ولا ما ثلاث ايام دابا بحال عرفت اشنو كاين اشنو واقع دابا هاد الحوتات شديتهم جنب الرمله راه واحد القضيه لاحظت مزيان بان الحوت ما واكلش في بلايص الحجر هو واكل في بلايص اللي فيهم الرمل بلايص الحجر ما فيهمش حوت بتاتا مره ما كاينش كنصيد فيهم كل حطه من جبده صينه اما البلايص اللي فيهم الرمل جنب ديال الرمله مازال فيهم هاد الحوتات هادو انا بحال يلا دابا عرفت بان الحوت راه جنب الرمل والسبب راه كيرجع لكم عارفين الرياس اللي مدوزين بحال راه عارفين شنو السبب علاش الحوت محيوز الرمل هاد السؤال انا طرحته على راسي ولكن ربما انا عارف شويه والرياس اللي عارفين اكثر يزيدونا معلومه على هاد القضيه شي واحد كومونتور صغير يقول لنا شنو السبب علاش الحوت جنب الرمل شنو السبب كله الفكره ديالو ولكن كاين واحد حسب المعلومه اللي خديت انا من البحر بهذه 3 ايام بان الحوت محيوز الرمله عنده واحد السبب معين الرياس اللي عارفين شنو السبب يدير واحد كومونتي صغير والفيديو الجاي راه نقدر نعمو واحد الفكره علاش الحوت جنب الرمل شنو السبب واش المبارد واش الربيع واش كاين ما يتكل جنب الرمل واش بزاف ديال الحوايج هذا هو السؤال اللي مطروح في هذا الفيديو والفيديو الجاي ولا من بعده غنجاوبوا على هذا السؤال انا طرحته ولكن نتوما جاوبوا انا غنجاوب على حسب المعلومه اللي خديت انا من البحر بان الحوت علاش محيوز رمل هذا هو السؤال اللي مطروح في هذا الفيديو ان شاء الله تحيه لكم وتحيه للمشاهدين والمشاهدات والمبيدات الصغار وشكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم المتواصل والناس اللي كيسولوا ديما على شعيبه فين خبرتي شكرا لهم بزاف بزاف تحيه كبيره لجميع الاصدقاء ديال شعيبه في مكان وداخل الوطن ولا خارج الوطن والدول العربيه من بينهم الدول العربيه كامله لا الدول الشقيقه الجزائر الناس اللي كيسولوا بالو كيزو التليفون وكيعيطوا الجزائريين الو شعيبه فين خبرتي ولا الناس ديال الجاليه المغربيه اللي كيخارج الوطن حتى هما تحيه ليهم وكيشتو الحصيله راه تقريبا واحد 2.5 ولا 3 كيلو هادشي اللي كاين تحيه كبيره لكم وديما الطعم راه بوجنيبه هي اللي كاينه بوجنيبه فاسخه والترقيع 30 يعني كتشوفوا المراه شويه ها
كيبان لكم بحال شويه ضاول. درنا الطريق على 30 وقميمه ديال الصباح كنا خدمنا بال 10 ولكن ما خدمناش كاين شويه كورينتي كيخدمنا بال 20 والخيط الرئيسي هو 40. السنار 13 عادي، السنار 13 عادي، حنا الحوت ما بغيش يحل فمو مزيان، كاين واحد السبب حتى هو علاش الحوت ما بغيش يحل فمو مزيان. دابا الريس راه عارفين علاش السبب، حنا غادي نحاولوا ناخذوا واحد الفكره من عند الاصدقاء ونعموا واحد الفكره باش نخرجوا بواحد النتيجه. حيت الحوت سير يتطور حنا خصنا نطوروا معاه. ايوا لقاء جديد فيديو جاي ان شاء الله. تحيه لكم، ديما جيم اش خسرتي خوك انا. سلامة. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة.